أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير، نجدد معكم اللقاء الأسبوعي ونستهله بأبرز العناوين. الفحيص تكرم شهداء الوطن في حفل تأبين رسمي وشعبي. انتخاب رئيسة جديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن. الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بعيد رفع الصليب المقدس. جوقة ينبوع المحبة تحتفل بعامها 16 وإطلاق ألبومها 6. وفيها مجموعة كشافة ومرشدات مادبة يجددون وعدهم 10. أهلاً بكم. مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، رعى وزير الداخلية سمير مبيضين حفلة تأبين لشهداء الوطن نظمته الفعاليات المدنية والأهلية في مدينة الفحيص تكريماً للشهداء الأبرار الذين قضوا في الفحيص والسلط فداءً للوطن أثناء مواجهتهم لقوى الشر والإرهاب. التفاصيل في هذا التقرير. إكراماً للشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وشعبه وكرامته، نظمت فعاليات مدنية وأهلية في مدينة الفحيص حفل تأبين لهذه الكوكبة الطاهرة الذين ارتقوا إلى السماوات العلا أثناء مواجهتهم البطولية لأعداء الوطن وجماعات الإرهاب والتطرف في مدينتي الفحيص والسلط. وألقى مندوب رئيس الوزراء وزير الداخلية سمير بيضين كلمة في الحفل الذي أقيم في قاعة بيت الفحيص، قال فيها أن الإرهاب آفة العصر ومحاربته هي مسؤولية أهلية تبدأ من الأسرة إلى المدرسة والجامعة، ومن هنا يجب علينا التنبه بخطورة هذا الفكر الهدام الذي يسعى فيه الظلاميون إلى قتل العباد وخراب البلاد. إن هذا الملتقى الوطني هو رسالة للعالم أجمع بأن الأردن هو دوما وطن التسامح، وطن التسامح والتعايش والإخاء، وهو دوما إن شاء الله عصي على الطغاة وعصي أمام كل التحديات وأمام العابثين والحاقدين. وقد جاءت قوة هذا الوطن ومنعته بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة وأجهزتنا العسكرية والأمنية الباسلة والشعب الأردني الكريم النابذ للعنف والتطرف والداعي للوحدة والتآخي. أردن أرض العزم أغنية الضبا، نبت السيوف وحد سيفك ما نبى، في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا. وأجمع كل خطباء الحفل على أن الشعب الأردني سيبقى سياجاً منيعاً في وجه كل الظلاميين الذين لا يتقنون إلا فعل الشر والمكائد الجبانة، داعين في كلماتهم أن نبقى كأردنيين ملتفين حول قيادتنا الهاشمية وجيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن واستقرار بلدنا. قدر الأردن أن يكون في المقدمة دائماً، وقدر الأردنيين أن يكونوا جنوداً وشهداء وبناء، وهذا الحمى قدره الاستهداف لا لثرواته ولا لموارده ولا لموقعه، ولكن لسمات أهله ولمشروعه ومشروعيته. وقدر أعداء الأردن منذ فجر التاريخ الهزيمة والخيبة والزوال. سنكمل مسيرة الفرح ونرد كيد أعداء الحياة إلى نحرهم، فعرسنا بحجم الوطن تكلله رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله ورعاه. نستمد منه إرادة الاستمرار والتطور. بكل فخر وإجلال وعرفان وإكبار نقف اليوم في الفحيص ومعنا كل أبناء الأردن الحبيب الشامخ لقيادته وشعبه وجيشه البطل. نقف بكل كبرياء وهامات مرفوعة أمام من هم أكرموا منا جميعا، شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا التضحية
الأغنية الأسمى أرواحهم في سبيل الوطن الأغلى ومن أجل سيادته وأمنه واستقراره ودفاعاً عن الحياة التي تمثل أسمى قيمة وهبة منح الله للإنسان منذ بدء الخليقة. أيها الأردنيون الشرفاء، تدق وفي كل يوم نواقيس الأخطار المحدقة بنا ومن كل جانب، إقليم ملتهب وعالم متغير وتحديات جديدة. قدمنا وسنقدم التضحية تلو التضحية فداء لرفعة وعزة وطننا، إلا أن هذا لا يجب وبأي حال من الأحوال أن يدفعنا لإغفال حاجتنا لإدراك ووعي المعركة طويلة الأمد والتي تفرض علينا. كنا نتمنى ألا يقتل أردني بيد أردني، لكن قدر الله شاء. لكننا أمام مسؤولية ضخمة، مسؤولية إعلام، مسؤولية انتماء، مسؤولية محاربة الفكر الضلالي، مسؤولية محاربة الإشاعة واختلال الشخصية وذم الوطن والتقليل من مكتسباته وإنجازاته. الأردن عظيم برغم قدراته البسيطة، وشعبه المناضل المكافح الصامد الصابر يجب أن لا ينثني ولا ينحني لأي سبب كان. رسالتي إلى كل أردني: الله الله في الوطن، الله الله في البيت الهاشمي. أدعو الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن ملكاً وجيشاً وحكومةً وشعباً ومؤسسات. اليوم نقول لأهلنا في الفحيص، نحن جميعاً إحزام الفحيص، إحنا نتحزن بالفحيص مثل ما تحزن بينا. وتلاحم الأردنيين ليس بجديد، سبق كل ما هو عابر ونراه هنا اليوم وسيستمر بهمة العيون الساهرة. وختم والد الشهيد أحمد الزعبي حفل التأبين بكلمة قال فيها: إن أبناءنا يستشهدون على ثرى هذا الوطن الغالي على يد فئة غادرة جبانة دفاعاً عن الأرض والعرض، نحتسبهم شهداء عند الله العلي القدير. ودعا في كلمته أن يحفظ الله الوطن وأهله وقيادته في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. وبعد إلقاء الكلمات قدمت دروع تكريمية لذوي الشهداء، كما تقرر إطلاق اسم شارع الشهداء على أحد شوارع مدينة الفحيص تكريماً لعملهم البطولي وتضحياتهم الباسلة. بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، تم في المركز اليسوعي بجبل الحسين بعمان انتخاب الأخت سيسيل حجازين من راهبات الوردية رئيسة جديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن، بحضور الأب ماركو الممثل الكنسي للاتحاد، والأخت برونا رئيسة اتحاد رهبانيات في الأراضي المقدسة، والأب رشيد مستريح المرشد العام لاتحاد الرهبانيات، وعددا من الراهبات المسؤولات من مختلف المؤسسات الرهبانية. وابتدأ الانتخاب بصلاة افتتاحية، تلا ذلك تقديم التقارير الإدارية والمالية حول السنوات الثلاث السابقة ومناقشة خطة العمل للدورة القادمة والتي تستمر لثلاث سنوات أخرى. كما تم خلال الاجتماع انتخاب الأخت سناء سماوي من أخوات مريم الفرنسيسكانيات سكرتيرة للاتحاد، والأخت وجدان مكرم مسؤولة مالية، نورسات الأردن ممثلة بمديرة المكتب الدكتورة باسمة السمعان، وطاقم العمل يتقدمون بأحر التهاني إلى الرئيسة الجديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن والأخوات الراهبات المنتخبات، متمنين لهن التوفيق والنجاح في خدمة الكنيسة. اليوم في انتخاب مسؤولات في هذا الإقليم حتى يواصلوا عمل التعاون والتنسيق بين مختلف
الرهبنات اللي تشتغل في مجال التربية، التعليم، المستشفيات، ملاجئ العجزة، الاهتمام بالفقراء، بالمعوقين، وأيضا بالعمل الرعوي مثل تحضير الأول المناولة، زيارة البيوت، تعليم الديني في المدارس. فالجمعيات الرهبنية في كل مكان هي العمود الفقري للكنيسة، وهي الوجه الكنيسة الخارجي. وفي الأردن نشكر الله الجمعيات الرهبنية تعمل بكل جدية وتعاون، ونتمنى للجنة الجديدة النجاح في التنسيق والتعاون فيما بين مختلف الرهبنيات. ثلاث رهبنات من الكامبونية الوردية، فرانشيسكان دي ماري، إن شاء الله يكون يا رب عند حسن نيتهم وأدهى المسؤولية، ونخدم المجتمع المحلي والكنيسة والأبرشية، ونكون شهادة حية للمسيح في حياتنا. احتفلت الكنائس الأرثوذكسية بعيد رفع الصليب المكرم حسب التقويم الشرقي بمشاركة جموع أبناء الرعاية. التقرير التالي يعرض لنا بعض الاحتفالات بهذه المناسبة. أقامت جمعية الشبان المسيحية احتفالاً دينياً بعيد رفع الصليب المكرم برعاية سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس بعمان وتوابعها، وبحضور سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك وعدد من الآباء الكهنة ومسؤولين رسميين، وبمشاركة جوقة رقاد السيد العذراء في المفرق وشبيبة وأعضاء الجمعية وجمع من المؤمنين. وفي بداية الاحتفال ألقى رئيس الجمعية السيد عمر الزرو كلمة ترحيبية بكافة الحاضرين الذين يشاركون الجمعية احتفالها السنوي، موضحا أيضا أهداف الجمعية وأعمالها ونشاطاتها المستقبلية. كمواطنين لازم نشتغل مع بعض، نتكاتف بغض النظر كمان عن الديانات تاعتنا، عن أصولنا، من وين جايين. احنا عايشين بهذا البلد، هذا البلد حمينا بقيادة جلالة الملك عبدالله طبعا. وقدمت جوقة رقاد السيد العذراء خلال الحفل بقيادة الدكتور رامي سماوي باقة مميزة من التراتيل البيزنطية من وحي المناسبة. وشكر المطران خريستوفوروس في كلمته الجمعية والقائمين عليها لتنظيمها لهذه المناسبة المقدسة، مضيفا في كلمته الروحية كيف نعيش حياة الصليب على الأرض بالمحبة والبذل والعطاء. ولكن نعمة الصليب هي اللي بتعطينا القوة كيف نقدر إنه نتحمل ونجتاز هاي المحن والتجارب ونضلنا أقوياء، ما نتأثر وما نخلي البعد النفسي يجتاح نفسنا من الداخل، وبالتالي ندخل بحالة تشويش واضطراب وقلق اللي هي أصبحت سمة من سمات عصرنا. الإنسان المعاصر أصبح كتير قلق مضطرب، هاك الهم راح السلام من قلبه لأنه مفهوم الصليب أبعدنا عنه في حياتنا. كل عام وانتم بخير. صحيح احنا مع نادي الشبان المسيحيين في شراكة شبه سنوية صارت، ومن التقليدات في عيد الصليب انه نكون هون موجودين لتقدم جوقة رقاد السيد العذراء باقة من التراتيل الكنسية الأرثوذكسية بهاي المناسبة المجيدة، ومنتأمل ومنسعى بنعمة ربنا إنه ربنا يعطي القوة للجوقة لتظل على هذا المسار في إحياء التراث الأرثوذكسي من تراتيل بيزنطية وأناشيد. كل عام وانتم بخير، وربنا يعيد عليكم هاي الأعياد بالصحة والسلامة يا رب. نحن اليوم متواجدين بجمعية الشبان المسيحية للاحتفال بعيد الصليب المقدس بتنظيم من شبيبة الجمعية، شبيبة جمعية الشبان المسيحية، وطبعا بتنظيم من جمعيتنا لحتى نحتفل بهذا العيد كلياتنا سوا.
وبارك أصحاب السيادة والأباء الكهنة حبات الرمان التي وزعت على المؤمنين، مختتمين الاحتفال بإشعال النار والتهنئة بهذه المناسبة، بالإضافة لتقديم درع تكريمي للمطران خريستوفوروس باسم الجمعية كعربون محبة وامتنان. كما احتفل النادي الأرثوذكسي بعمان بعيد رفع الصليب المكرم برعاية سيادة المطران خريستوفوروس حطلة مطران عمان وتوابعها، بحضور المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، ورئيس النادي السيد فوز شنودة وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي ورؤساء وممثلي الكنائس الرسولية وشخصيات رسمية ونيابية ومسؤولي ومؤسسات وجمعيات خيرية ودينية، بمشاركة جوقة رقاد السيد العذراء في المفرق وكشافة ومرشدات مجموعة عمان الأرثوذكسية وجموع غفيرة من المدعوين. وابتدأ الاحتفال بدقيقة صمت على أرواح شهداء الواجب. بعدها قدم الأب عبد الله حمارنة صلاة افتتاحية لمباركة هذا اللقاء الاحتفالي. دأب النادي الأرثوذكسي العريق على الاحتفال بالمناسبات الوطنية والقومية منذ عدة سنوات. وألقى السيد شنودة كلمة جاء فيها: لقد دأب النادي منذ سنوات عدة على الاحتفال بعيد رفع الصليب المكرم الذي هو رمز وجودنا وشعار مسيحيتنا وهو رجاؤنا وخلاصنا، وسيبقى النادي يقيم احتفالاته الوطنية ويشارك الكنيسة احتفالاتها الدينية، شاكرا كل من ساهم ودعم ونظم هذا الحفل المبارك. إن المسيحيين العرب هم جزء من ماضي منطقتنا وحاضرها ومستقبلها، هذا ما قاله سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مناسبات عديدة. وقال راعي الحفل المطران خريستوفوروس حطلة: إننا في وطننا الحبيب الأردن ننعم بنعمة الأمن والأمان تحت المظلة الهاشمية الحكيمة قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني راعي الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مضيفاً: إننا في هذه الأوقات نجتمع سوياً ببركة الصليب المحيي الذي من خلاله نلنا نعمة الفداء والخلاص. أما الذين يغرعون وراء معبود آخر فقد كثرت وقدمت جوقة رقاد السيد العذراء خلال الحفل بقيادة الدكتور رامي سماوي باقة مميزة من التراتيل المنوعة من وحي المناسبة، كما قدمت الجوقة هدية تذكارية لرئيس النادي السيد فوز شنودة كعربون محبة وامتنان. وبارك أصحاب السيادة والأباء الكهنة حبات الرمان التي وزعت على المؤمنين، مختتمين الاحتفال بإشعال النار والتهنئة بهذه المناسبة. وفي ذات السياق احتفلت رعية القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في منطقة ماركا بعمان بعيد رفع الصليب المكرم، حيث ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران عمان وتوابعها القداس الإلهي بهذه المناسبة بمعاونة كاهن الرعية الأيكونوموس عيسى عياش وعدد من الأباء الكهنة وبمشاركة جموع أبناء الرعية وجوقة وكشافة الكنيسة. وقدم سيادته كلمة روحية لجموع المؤمنين داعيا إياهم أن يبقوا سياج الكنيسة ورباطها، فنحن بحضورنا ومشاركتنا لأسرار الكنيسة ننال بركات جمة، لافتا أيضا إلى معنى الصليب في حياتنا ودلالاته الروحية. جئتك بأعمالي كي تباركها، تحت هذا العنوان التأمت مجموعة كشافة ومرشدات قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبة لتجدد وعدها الكشفي ولتحتفل بالعام العاشر على تأسيسها، بالإضافة إلى تعيين قادة جدد داخل المجموعة. إلى التفاصيل.
احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبا بتجديد الوعد الكشفي للمجموعة، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب فراس عريضة راعي الكنيسة، بمشاركة الأب سالم لولاس ومسؤولي المحافظة وقادة المجموعات الكشفية المختلفة، وحضور ذوي أفراد الكشافة وجوقة الكنيسة والراهبات وجموع المؤمنين. وبعد رفع الطلبات وتلاوة كلام الكتاب المقدس، ألقى الأب عريضة عظة القداس التي أشاد فيها بالعمل الكشفي قائلاً: إن الحركة الكشفية هي الشريان الرئيسي لكل من يريد أن يتقدم في السن والحكمة عند الله والناس، فهي التي تعلم وتهذب الإنسان ليكون في حياته متواضعاً يخدم الآخر ويعطي دون مقابل. أذكركم، الكشاف صادق أن يوثق حياته بشرف الكشاف ويعتمد عليه، مخلص الكشاف مخلص لوطنه ولله، مطيع لأولياء أمره ورؤسائه ومرؤوسيه في الحق دون تردد، نافع، واجب الكشاف أن يكون نافعاً وأن يساعد الآخرين، ودود الكشاف صديق للجميع وأخ لكل كشاف آخر، مؤدب الكشاف مؤدب وخلوق، رفيق الكشاف رفيق بالحيوان ويحب النبات ويرى في الطبيعة آية لله، مطيع الكشاف يطيع أوامر والديه وعريف طليعته وقائده، باش الكشاف باش يقابل الصعوبات بصدر رحب، مقتصد الكشاف مقتصد وغير مبذر للمال، نظيف الكشاف نظيف في الفكر والقول والفعل والمظهر وكل ما يقوم به، شجاع الكشاف شجاع ومقدام. وخلال القداس وبعد تعيين قادة جدد، تقدم قادة المجموعة وأفرادها مجددين وعدهم الكشفي أمام مذبح الرب، مستمرين في خدمتهم التطوعية للكنيسة والمجتمع والوطن. وقدم قائد المجموعة قصي كراتشي كلمة شكر فيها جميع الذين شاركوهم احتفالهم الكشفي العاشر، مجددين فيها عهدهم السنوي بأن يبقوا ممتلئين بالعطاء ومعطرين بالوفاء للكنيسة والوطن وخدمة المجتمع بمسيرة كشفية متجددة وواعدة وبحياة مليئة بالعمل والمساعدة غير المحدودين. فنحن كمجموعة كشفية في بطراكية اللاتين بدأنا منذ التأسيس في السبعينيات، حيث قام الشباب والشابات أبناء الرعية بتأسيس نواة العمل الكشفي التطوعي لخدمة الكنيسة والمجتمع، وببناء صرح مميز قوي ومثابر بمثابة مدرسة لإعداد الشخصية الواثقة المضحية المنتمية للكنيسة والمجتمع والوطن، والمبادرة في المساعدة والتنظيم والمشاركة في الاحتفالات الدينية والوطنية، والعمل بجد وإصرار لنقل الخبرة الكشفية للأجيال المتتالية، محبين للعمل الكشفي وحياة التعاون والعطاء. وعليه جاء تجديد الوعد الكشفي تتويجاً لهذه المسيرة الكشفية التي بدأت قبل 10 سنوات أثناء خدمة الأب طارق أبو حنا وإشرافه ورعايته، وبمساندة من الشماس رمز غانم والقيادة الكشفية المتمثلة بالقائد ركان فاخوري، القائد بشار معشر، والقائد إبراهيم زيادين، والكهنة أجمعين الذين أتوجه لهم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام.
وبعد أن منح الآباء الكهنة البركة الختامية، التأم الجميع في باحة الكنيسة، حيث أقامت المجموعة احتفالها الكشفي العاشر، والذي تضمن تقديم فعاليات منوعة وفقرات دينية ووطنية وعزف على الآلات الموسيقية قدمها أفراد المجموعة، حيث اختتم اللقاء بتقديم دروع تكريمية باسم المجموعة لمستحقيها. بهيج وحاشد أقيم على مسرح قصر الثقافة في المدينة الرياضية بعمان، احتفلت جوقة ينبوع المحبة بمشاركة أكثر من 100 عازف ومرنم وممثل مسرحي بالذكرى 16 لتأسيسها، متوجة احتفالها بإطلاق ألبومها 6 الذي جاء بعنوان الله محبة. رعى الاحتفال سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، وسيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، وبحضور السفير البابوي في الأردن المطران ألبرتو أورتيغا مارتن، والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي، وجمع من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والأخوات الراهبات وشخصيات دبلوماسية ودينية ورسمية وجمهور كبير من المدعوين، وبمشاركة مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق، وبكل تناغم وإتقان في مساء روحي جميل ملأ قلوب الحضور بالبهجة والفرح والسلام، قدمت جوقة ينبوع المحبة التي قادها المرنم طعم جبارة حزمة من ألحانها الصادحة صوب السماء ممزوجة بالترانيم الغربية والشرقية، نالت محبة وإعجاب الحاضرين. من عمق أعماقي صرخت يا ربي، صرخت يا ربي من أجل اسمك حفظني، نوري دربي اليوم كان عندنا قدامنا أكثر من 100 مرتل وعازف، كانت حفلة رائعة، كان مهرجان، كان عيد، وزي ما أنتوا شفتوا كان عيد موفق وناجح، ونرجو أن تكثر هذه الجوقات لتأثيرها الإيجابي في نشأة شبابنا وصبايانا. إلا التعزيات إلا الرب القدير وفرح الحياة للغني والفقير. اسمحوا لي أخبركم اليوم عن السيدي الجديد، سيدي الله محبة، سيدي السادس للجوقة، بتكون من 14 ترتيلة، فيه تراتيل شرقية، فيه تراتيل نقول للشبيبة، تراتيل بيزنطية، تراتيل كلاسيكية، في تنوع كبير خلينا نحكي بهاي التراتيل. هالسيدي هو أخذ وقت طويل، سنوات عدة، اللي رح يسمع هالسيدي رح يشوف إنه كل الموسيقى هي نقدر نسميها موسيقى لايف، يعني هالموسيقيين كانوا يفوتوا على استوديو يسجلوا، وهذا النوع بعطي يعني نقول أفضل جودة أكبر للعمل. حابب أنه أوجه تحية كمان لقناة نورسات اللي اليوم صورتنا، شكر كتير كبير دائما لدعمكم لنا، ونطلب من الناس دائما يتابعونا ويشجعونا لأنه بمحبتهم نكبر. شكرا على كل شيء والله معاكم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز العناوين. الفحيص تكرم شهداء الوطن في حفل تأبين رسمي وشعبي. انتخاب رئيسة جديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن. الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بعيد رفع الصليب المقدس.
جوقة ينبوع المحبة تحتفل بعامها 16 وإطلاق ألبومها 6. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.